لا سلام كيفك يا ربي الله يهديك باش نضل صافي دابا صافي ايوا ها الكاميو ها الكاميوش مشاهدي متتبعي قناة شوف تيفي مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء. كيف كتشوفوا الشاحنة والسيارة ديال الوقاية المدنية في هذا الأثناء كانوا بصدد إخراج واحد الجثة اللي رمات بها أمواج البحر هنا أمام ميناء الدار البيضاء بالضبط الباب رقم 6 واللي تم نقلها عبر سيارة ديال نقل الأموات التابعة للمركز الوطني للطب الشرعي. طبيعة الحال الدخول إلى الميناء كيستوجب رخصة خاصة ما كنتوفروش عليها حاليا، ولكن بغينا نقول لكم السيارة والشاحنة ديال الإسعاف التابعين لجهاز الوقاية المدنية اللي قاموا بهذا التدخل اللي كنشكرهم عليه، وهو انتشار جثة كانت تطفو فوق مياه الشاطئ هنا بالقرب من ميناء الدار البيضاء بالضبط من امام الباب السادس. الجثة ديال شخص مجهول الهوية لتتكيف مؤخرا عدد من الجثث تطفو فوق مياه الميناء هنا بمدينة الدار البيضاء، ربما شي قارب ديال الهجرة غير الشرعية هو السبب. عدد من الجثث بانت مؤخرا أكثر من 3 أو 4 جثث في أقل من 48 ساعة. اليوم في الصباح كان البحر رمى بجثة، وبعد ذلك جثة أخرى هاد قبل نصف ساعة دخلوا العناصر الوقاية المدنية، العناصر ديال الوقاية المدنية بوسائلهم الخاصة بزودياك وجيتسكي من أجل انتشار هذه الجثة اللي كانت كتطفو فوق مياه البحر. أكيد المصالح الأمنية هنا بمدينة الدار البيضاء من بعد ما انتشلت هذا العدد، من بعد انتشار هذا العدد من الجثث غادي تفتح أو غادي هي بصدد فتح تحقيق قضائي لمعرفة المنبع ديال هذه الجثث من كيجي وكيفاش أنهم وصلوا للمياه ديال الشاطئية ديال مدينة الدار البيضاء. السيارة ديال المركز الطبي الشرعي دخلت الداخل، كيف قلنا ما عندناش رخصة خاصة بانتشال بالدخول إلى الميناء، دخلت من أجل نقل الجثمان ديال هذا المهاجر غير الشرعي اللي الجثة ديالو طفات فوق مياه بحر عين سبع بمدينة الدار البيضاء. أكيد غادي نوفيكم التفاصيل في حالة ما تمكننا من الوصول إلى المكان أو المكان اللي غادي تمر منه سيارة نقل الأموات التابعة للمركز الوطني للطب الشرعي بمدينة الرحمة ضواحي مدينة الدار البيضاء. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم